متابعينا الكرام، لا زلنا مع التحديات ومع المنافسات في عالم سباق الهجن. ها هنا نحن نتواصل مع الشوط الرابع وهو الثاني للقعدان الفطامين المشتركات لمسافة 1500 متر. كم هايل من القعدان ينطلق. فنفتتح الإذاعة بشاهين حمد بن سالم بن علي الدرعي أما المركز الثاني، فنرى هناك شعار راعي شاهين خليفة بن سالم بن خليفة بن نجحي، المركز الثالث لهب سعيد بن ناصر بن حماديه الدرعي. المسيرة مستمرة لهذا الشوط، ونرى التدخلات من قبل سلهود ناصر بن سالم بن محمود الدرعي. يا سلام على العطاء، يا سلام على الأداء، يا سلام على الحضور والانطلاقة القوية في هذا الشوط. خلونا نتابع، خلونا نتابع شعار سالم بن خليفة بن نجحية، ونتابع شعار هناك يصلنا الآن الطاير هزاع بن حمدان بن السعدوني. يا سلام، الشاعر يبدو أن اليوم لديه جاهزية عالية. ها هو ياتي يبحث عن نقطة ثانية. سلام الطاير، يا كم غاير ما يساير من الشاعر هزاع، من الشاعر حمدان بن السعدوني وابنه. هناك هزاع متابع المركز الثاني بن محمود سلهود ناصر بن سالم بن محمود الدرعي. يا سلام، مسيرة العطاء، مسيرة الأداء، مسيرة الحضور. الشاعر حمدان بن السعدوني يبحث عن النقطة الثانية. الله الله الله، صاحب الشوط الرئيسي، الله في القعدون، الآن ياتي يبحث عن نقطة ثانية. سلام يا الشاعر حمدان بن السعدوني. المركز الثاني هناك سلهود ناصر بن سالم بن محمود. سلام يا عزبة الربع الخالية، يتواجد الشاعر حمدان بن السعدوني بقوة وينتزع النقطة الثانية في هذا الصباح. سلام، والتوقيت دقيقة 11 ثانية وثانيتين. المركز الثاني شعار بن محمود، المركز الثالث اللي عندنا شاهين حمد بن سالم بن علي الدرعية، الناموس للشعار حمدان بن السعدوني وابناه على هذا الحضور المميز لهذا الشعار.